السيدة فاطمة كانت من النساء اللي حقا خلوا البصمات ديالهم بالنسبة للوطن ديالنا، أولا من ناحية ديال الوجود ديالها كامرأة في مستوى الأحداث، وكذلك امرأة اللي بالرغم من الزيبروف كما بالرغم من الأمور اللي عرفتها في الطريق ديالها وفي الحياة ديالها، فبقت كيف ما كان الحال متشبتة بالتوابيت ديال المغرب. أنا كنعرفها هي وبنت البلاد ديالي وعشت معنا، وكنظن على أنه من الواجب ديالي أن نكون اليوم في الدفن ديالها.